طبعا وصلنا من شوي انه رحيل الممثل المسرحي اللبناني اللي اضحك الجميع لسنوات وسنوات عديده، مواليد 5 مايو 56 بصيدا جنوب لبنان، بدا حياته الفنيه عام 74، شارك بالمسرح الجامعي. وطبعا عم نحكي عن المسرحي والفنان زياد ابو عبسي، يلي بالفعل بقي على خشبة المسرح لسنوات وسنوات ورسخ حضوره بشخصية كوميدية عبثية، وهو بالنهاية رجل بغاية الجدية والرصانة. طبعا احنا بنتقدم من أسرة عالم صباح وتلفزيون مستقبل بالتعازي للبنان لفقدان شخصية مهمة مثل المسرح زياد أبو عبسي، ولا أهله بالتحديد كمان لا غيابه عنا. وطبعا هو الراحل الباقي بأعماله دائما رح تذكر بتاريخ المسرح اللبناني. نحن وياكم بنكمل عالم صباح باخر محطه لنا مع الشيف محمد. مشاهدينا، الرز صار تقريبا جاهز، رح نخفف النار، خففنا قبل شوي بهالشكل، نشفت المي وصار على الاخير. رح نتركه دقيقتين، بعد رح نغير تحت طنجره، حطوا على نار خفيفة، حط مقلة. بهالوقت عملنا شمندر مع روكا وفطر وصلصة الحامض، حامض وزيت زيتون ورشة ملح. أي شيء موجود عندنا فينا يطلع معنا صنف مقبلات منه. نحط زيت شمندر ايامه كتير طيب، نسلقه مع رشة سكر. رح نقطع بهالشكل، عندنا بصل، ثوم، بندورة، نغير خشبة، وبنحرك قطع الدجاج على النار. ما بده وقت، الصدر دغري بيستوي. ملح، رشة بهار البرياني لياخذ نفس الطعمة مع الرز، رشة بهار أبيض، وبنحرك. الحب عجين خلص، رح نجيب جاط لنعمل لحم بعجين، قدم معه لبن على جنب، لبن مع السماء، قلنا فينا نضيف شيء بسيط من شراب البندورة، ونحركهم بهالشكل، رشة ملح كثير طيب، جربوا. هيدا كمان صار بلش ياخذ لون. دقايق بكون مستوي، بنضيف عليه بهالوقت بصل، ثوم، بندورة، فرمناهم، علقت شوي مش الحال. بنحركها، واخر شي بنضيف لها صوص البندورة. هيدا اللبن صار جاهز،
رح نحطه بشي، اللي بحب بحط واللي ما بده كمان بجرب بهالشكل. لبن جاهز مع اللحم بعجين بيتقدم بهالشكل. حرك الدجاج ورح نبلش نسكب الرز. بيكون طلع استوى الدجاج على الاخير. رح نجيب قالب للرز، رح ناخد نص الرز نحطه بنفس اللون اللي هو فيه، والنص الثاني رح نعطيه تلوينة بسيطة لون أحمر بيشبه أكلاتنا اليوم، بيشبه المناسبة. عملنا العلم فينا نلون بنفس الطريقة. الرز جاهز، هذا أول قسم. رح ناخد تلوينة، تلوينة أكل أكيد أهم شيء تكون تلوينة للأكل، ونحرك ياخذ كل الرز لون واحد. هيدا تقريبا صار كمان جاهز. رح نحط صوص بندورة مطحونة، شوية رب البندورة وكله بصير جاهز ليتقدم مع البرياني. هيدي صارت جاهزة. رح نظبطها بهالشكل. القسم الثاني كمان نفس الشيء. رح نشيل على جناب الرز ورح نفرم بقدونس ناعم، شي بسيط من البقدونس. شيف يعطيك العافية، أنا ناطرك لنشوف شو رأيك اليوم. بدأت اللحم بعجين؟ ايه كثير طيبة. اها هاي البرياني، هيدي البرياني عملها بصدور دجاج. بصدور دجاج كثير طيبة، حطينا مع بصل ثوم. لونت الرز بشمندر؟ فينا نحط شمندر. فينا نحط شمندر كمان. فينا نحط تلوينة الأكل. يعني فينا نسلق شمندر ونستعمل ميته كمان. أنا اليوم كان عندي شمندر بالبراد، حبيت أعمله سلطة بشكل سريع نعمله. أوكي. إذا هيدا القالب صار جاهز للبرياني اللي رح تنحط مع الصوص دغري على وجهها. فينا نضيفها. هذا اللبن عمل مع اللحم بعجين؟ هذا اللبن مع اللحم بعجين. اوكي. حطينا بقلبه شراب البندورة. هيدا الدجاج صار جاهز. فينا نحطه على جنب وفينا نحطه. نحن اليوم نحطه على الوجه. بهالشكل. اوكي. على الداير. رح نطفي عليه، خلص. فينا نحط إذا بدنا فروج كامل اللي بفضله ما يحطه بس صدورة. كمان بيزبط.
يعني هذا كمان حتى بنعمل هلا من اجواء الاعياد اللي جايه في نعمل طبق اساسي. صحيح. آه ومثل ما قلت كمان فينا نعمل فينا نعمله بحبش دخلك بيدان بحبش بنعمل هنعمل حبش اكيد حيمرق معنا حبش العيد هنعمل بيج دي نوال. نعم طبعا انا بدي اتشكرك شيف محمد كل يوم احد تحفنا بمجموعه كبيره من الاطباق الرائعه والشهيه وبعرف قديش لقمتك طيبه دائما. سلم دايتك على اللي عم بتقدمه بعالم الصباح وكمان بس بعد جاي بعدنا بنعمل لهم كعكي وبعدين لجو اها لجون جون نعمل له كعكي. ثانك يو لك شيف. انا بدي اقول لك للمشاهدين نحن وياكم وصلنا لختام عالمنا الصباحي لليوم. بكره عالم صباح جديد بلتقي انا وياكم طبعا مع اتصالاتكم المباشره لاغلبيه فقراتنا. الى اللقاء.